دي رسالة رسلها واحد من الإخوة من نيالة، وده يرد عليها، وهي عبارة عن ورد من أوراد الطريقة التجانية. وضحك قال المجمع الإسلامي بحي الرياض نيالة حسب الورقة المكتوبة. طيب بيقول المرسل بتاع الرسالة حسين آدم محمد قال تعالى، دي كاتبنا قال هم كده، المهم العودة عليه هو دي الرسالة حسب ما وصلتنا، ونحن بنرد عليها حسب المضمون بتاعها. بعد ذاك يبقى المرسل موضوعه مع التجانية اللي قاعدين هناك. طيب قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال بإشارة من أشياخنا الكرام كأمثال صاحب القطب الكامل الشيخ الشريف إبراهيم صالح وخليفته أو خليفته القطب الكامل الشيخ موسى عبد الله، بأن يهتم المريدون في زواياهم ومجتمعاتهم وخلاويهم بالدعوات والابتهالات بقصد رفع البلاء وتخفيف أو تحقيق الأمن والسلم والتقدم لبلادنا. شوف انت لو وقفت لحد هنا نحن ما عندنا معك مشكلة. انت مش قلت المريدين يدعو ربنا ويبتهلوا له؟ لحد هنا ما عندنا معك أي مشكلة. في زول عنده مشكلة مع الدعاء أدعو ربنا، مريد أدعو ربنا، أو أنت شيخ الطريقة ذاته كويس أدعو ربنا سبحانه وتعالى، وربنا قال لك أدعوني، قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أصويت لو تجاني ولا سماني ولا غيره، لو انت أصك موضوعك الأساسي إنه الناس تدعو ربنا، نحن ما كان عندنا معك مشكلة، ما كان عندنا معك مشكلة. إن كانت في مسائل تانية كونك تعمل جماعة وتسوي طريقة وده غلط، أيوة ده غلط تاني، لكن في القضية الأساسية اللي عليها النزاع بيننا وبينهم، زي ما كان النزاع قديما بين الرسل وأتباع الرسل وأقوامهم، كان في هذه القضية، ده النزاع هنا، دي القضية الأساسية التي فيها النزاع بين الرسل وبين أقوامهم، وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده الرسل كلهم خالفهم قومهم في النقطة دي هنا، ديلك عندهم أنداد بيدعوهم زي ما ربنا ورانا في القرآن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ربنا قال وقد أضلوا كثيرا، دل قالوا ما بيخلوا الآلهة بتاعتهم والأنداد وبيدعوها وبيسألوها في كشف الكروبات. ولما النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بدعوة التوحيد قالوا أجعل الآلهة الكثيرة يعني إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. قالوا أجئتنا لتلفتنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا. ماذا يخلوا آلهتهم؟ ودي القضية الأساسية. عشان كده أنت لو تجاني ولا سماني ولا غيره من الطرق أعرف إنه نحن موضوعنا الأساسي معاك ما تدعو شيخك ولا شيخنا ولا وليك انت الصالح
ولا صالح اللي عندنا نحن. كلهم خليهم وادعوا ربك براو، ولا تدعوا النبي صلى الله عليه وسلم ذاته. عشان كده لما في منافق كان بيؤذي المؤمنين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انه لا يستغاث بي، انما يستغاث بالله. قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، وامرت ان اسلم لرب العالمين. ما ده موضوعنا الاساسي. طيب نجي نشوف المواضيع الثانيه اللي جابوهم. بدا كويس، قال الفقراء وبتاعين الخلاوي مفترض يتضرعوا لله ويسالوه. وبتاع الخلاوي بيسالوا الله، ما بنشوف الخلوه. اي واحد مربطينه حجبات، الشافع صغير قد بتلقاه صغيروني 12 و10 سنه مقشط حجبات مدرع كله، ويعلمون. كان قمت تنادي الشيخ وتندهه وبيلحقك، وبعدين بيخوفهم زي ما ربنا قال ويخوفونك بالذين من دوني، بيخوفهم. يقول له والله تمش تقول لك كلمه في الشيخ ده بيسمعك، اوعى والله شرطك صباح تصبح مشقوقه النص. بيخوفهم والله. في طبقات الضيف الله لما كتاب قاعد في السوق هذا بيقدروا يغلطونا. قال الحوار اكل الغنماية بتاعت الشيخ، وده حوار ما صلى ذاته. لما في الغنماية ضربها، قال اول ما جابوا له الشيخ طبعا داري يدق فيك داري يخوفك انت ده، قال جابوا له وقال له ده الحوار ده اكل الغنماية. قال قعدوا جنبه كل مره قال بدي دقه كده في بطنه، كل مره بدي دقه. اول ما يدي دقه بطنه بتنفخ، لحد ما قاية طلق قشطه تقول بكم برسون، بقى مكسوط كده بس ما قادر ينفس. قال ليش انت تاكل الغنماية بتاعت الشيخ؟ دار يخوفك انت. قال كم ناكرا زاد في نكرانه عفص الشيخ طلع مصرانه. دار يخوفك. وربنا في القران قال لك ويخوفونك بالذين من دوني ومن يضلل الله فما له من هاد. وربنا قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. معنى الكلام شنو؟ يخوف اولياءه يعني الشيطان بينفخ بقصص وبحكايات وبروايات شان يخوفك من السادة والقوم، تتبقى خايف منهم. لأن الخوف ده هنا دي عبادة. انت قال الخوف ده، انت قالوا ده موضوع سائر زي انت خايف لك من 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 محلة مظلمة، ولا خايف لك من اسد، ولا من الحرامي. ده ما زي الخوف من الحرامي. الخوف من الحرامي ده اسمه خوف طبيعي، والخوف كويس من الظلام بالليل ده خوف طبيعي. ولو بتخاف لك من زوج شغله ساطور ده خوف طبيعي. اما الخوف ده هنا ده خوف عبادة. ليه؟ لانه انت بتخاف من بشر فيما لا يقدر عليه البشر. انت بتخاف يقطع رزقك صح؟ في بشر بيقطع رزقك؟ انت بتخاف اولادك ديل بعدين يموتوا ما ينفعوك. انت بتخاف يقصر اجلك. انت بتخاف يعدم قروشك. انت بتخاف يمحك تجارتك صح؟ ده خوف شركي، لانه هذا فيما لا يقدر عليه الا الله. عشان كده النبي قال لي قومه قال فكيدوني جميعا، كلكم تعالوا كلكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لا تنظرون يعني ما تمهلوني، اتلملموا مع بعض ودار تسووا كله، كيدوني كلكم مع بعض ثم لا تنظرون ولا تمهلوني. قال لهم ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ما بيسوي لك شيء. قال لهم تعالوا كلكم اتلموا كلكم، حتعملوا لي شنو؟ ما حتقدروا تعملوا اي شيء. ابراهيم عليه السلام قال لهم وكيف اخاف ما اشركتم؟ كيف انا اخاف لي من اصنام؟ مو كسرها بيده يخاف منها؟ كسرها كلها فرطقها عدم الحته.
إلا كبيرا لهم. خدت فوق للفاسف، ما خايف منهم، ما خايف منهم. قال لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين يحق بالأمن؟ الأحق بالأمن ومن بالله يا أخوانا؟ الخايف له من حجر؟ ها؟ أو الما خايف من حجر؟ ولا الما خايف من الله الخلق وخلق الحجار ذاته؟ فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ده الأمنهم الله. وإنت يا سماني ويا تجاني رابط لك ورقة بتاعت فكي داير يأمنك الفكي، أي الفريقين يحق بالأمن؟ اللي بيأمنوا الله ولا اللي بيأمنوا شيخ؟ بيأمنوا فكي وشيخ طريقة. اللي بيأمنوا الله يا أخي، اللي بيأمنوا الله هو الآمن. عشان كده قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن من الله، والله كان أمنك ما في زول بيخوفك، والله كان خوفك ما في زول بيأمنك تاني. والله لو خوفك الله تاني ما في زول يأمنك. موسى عليه السلام في بيت فرعون جوا، وفرعون الطاغية اللي بيقول للناس: ما علمت لكم من إله غيري، واللي بيقول للناس: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، واللي بيقول لهم: أنا ربكم الأعلى. طغيان. قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بلا شوف مفتري كيف والطغيان بتاعه. بعد موسى عليه السلام وفرعون كايس يعني يكتل أولاد بني إسرائيل، يولد موسى في السنة اللي بيكتل فيها فرعون ذاته ويشيلوه من البحر، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ويجي لفرعون في بيته ها؟ وبعد ما يقدر يقتله، مش كده بس، يربيه كمان ويدفع قروش لأمه راتب شهري، وأمه تجي ترضعه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. اللي بيأمنوا الله في ذلك بيقدر عليه تاني؟ فرعون يدفع قروش، مش قال دارك تقتل موسى؟ تقتل وين يا؟ وين؟ يدفع قروش الكلب؟ يدفع قروش ها؟ عشان يربي موسى. بعد ذلك قال: لا ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يمتن علي موسى عليه السلام، لكن شوف قوة ربنا كيف. فرعون ما بتقدر تقتله، بتجدع زمان: ذروني أقتل موسى، أقتله، ذروني أقتل موسى، ما بتقدر. اللي بيأمن والله ده الآمن، واللي بيخوفه تاني أمان ما عنده. عشان كده لابسك حجبات والتابع لطريقة أجدع الحجبات للشيخ في وشه، الشيخ ما عنده حاجة، أمان لرقبته ما عنده. أما يا أخي والله سبحان الله حكمة ربنا في الناس زي العجيبة. خلاص اليومين دي كل مرة يرفعوا لك صورة في الواتساب ولا في النت، يقول لك: الشيخ الفلاني مودينه أسبانيا بعالجوا فيه، والشيخ العلاني الحيران المساكين انتوا بتتعظوا بتين. أبوك الشيخ في أسبانيا وانت ماشي بجايك هيسك لي بخرة منه؟ عجب، جهل، عقول ما في، قلوب خاوية. بعد ده كويس كايسين للشيخ. طيب نقرا باقي الكلام، ده الموضوع الاساسي الاول. بعدين جل الاذكار قال وتشمل الاتي: التحصينات من ربيع الثاني سنة 1439 الى ربيع 1440. قال نمرة واحد، ده التحصين نمرة واحد. الحسبنة يعني تقول سبحان الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل. الحسبنا قال 74,797,000 مرة، كاتبنا بالرياضيات وبالعربي اثنين. يا سلام قال، أنا ما أعرف يا سلام دي ذكر، يا سلام ذكر ولا قاضين يا سلام ولا قاضين يا السلام. الله اسمه السلام، الله اسمه السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن ما بتقول يا السلام كده بس، لا بد تدعو بحاجة.
جبت أي اسم من أسماء الله، يا الرحمن أو يا الرحيم أو يا الغفور، تقول بعد الدعاء حقك يا الغفور اغفر لي، يا السلام سلمني، وهكذا تدعو بدعاء مناسب للاسم. ده الذكر كده أو الدعاء. لكن قال تقول يا السلام 39 وثلاثة أو 993 مليون وأربعمية واثنان وتسعون. قال تقول يا لطيف ليه نتم ما إليه لسه ما انتهن. 4 مليار و100 مليار بالراء ومئتان وسبعون وتسعة عشر مرة. كويس، خليك ماسك العدد. الاستغفار قال 1,244,009,000 مرة. سورة ياسين 270,000. ختام القرآن 11,207 مرة. قال مع دعواتنا بالاستجابة. دين اللي بيقولوا منو دين السخ. العدد ده كم مسكته بتفك منك؟ اتحداك كم سيلقى عدد من ديل كم ما فكت منك؟ ديل مواهيم ولا شو؟ ديل ذاتهم شددوا الدين على الناس. اسعى لك الله لو في خواجه قريت على الورقه دي قلت له ديل بتعملي انت عشان تكون مسلم كويس كده، عشان تكون مسلم كويس اعمل ديل. ما بيرجع يقول لك خير لا يبقى اقعد في محلي ده؟ ما بيرجع؟ يا ناس ما في دين زي ده. يا اخي الصلوات الخمسه دي مش ده ركن الاسلام الثاني؟ صلاة مش الركن الثاني في الإسلام؟ وأعظم وأول عمل تسأل عنه يوم القيامة بعد التوحيد الصلاة دي. فرضت 50 صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم تردد بين ربه وموسى عليه السلام في السماء، رجع إلى موسى. موسى عليه السلام قال له إني جربت الناس قبلك إنهم لا يطيقون ذلك. ما بيقدروا 50. ده قال 7 مليون. 50 يا ناس. ودي الصلاة ما ذكر. الذكر ده ما فضائل العمل، الذكر ده في النهاية فضائل العمل. لو ما قلتوا الله ما بحاسبك يوم القيامة. كويس. الصلاة قال لي أرجع لحد ما بقت 5 صلوات، والخمسة صلوات اللي ربنا فرضي نفسه في ناس ما قادرين عليه. صح ولا ما صح؟ خمسة والناس ما قادرين عليه، ودي فريضة. ده قال تجي 9 مليون وما تعرف 2 مليار. ده كله يا اخواننا لعب. ما في ذكر زي ده، ذكر زي ده ما في. اديك ذكر واحد اخر لك من ده كله اديك ذكر واحد، وده عليه ختم بتاع السنه مختوم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه العلامه الالباني في السلسله الصحيحه، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله احد 10 مرات، لا مليون ولا 700، 10. قال بني له قصر في الجنة. ساهل ولا ما ساهل؟ ومختوم ما حد جانا ده. أصلا أنا ما عندي فيه شيء. ده مختوم من النبي صلى الله عليه وسلم. قل هو الله أحد 10 مرات بني له قصر في الجنة. في داعي للورقة دي كلها؟ ده كله كلام فارغ. نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.